السلام عليكم، معكم حياة وراجلي يوسف. مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم في مجلة فنانة. ونتمنى نكونوا خفاف ظراف على قلوبكم وقبلوا علينا. صراحة نبدأ ياك؟ نبدأ أنا؟ خليني نقول أنا شوية وانت قولي شوية. صراحة تجربة ديال لالا العروسة تجربة اللي زوينة صراحة، وتجربة اللي ما عمرنا دوزنا في حالها وما عمرنا غندوزو في حالها صراحة. تجربة اللي غتبقى راسخة، وصراحة اللي خلاتنا نزيدو نكتشفوا بعضياتنا أكثر. بالنسبة لي كانت تجربة على العروسة أحسن تجربة، وصراحة ما كرهتش نعاودها لأن بقات أحسن تجربة دوزتها في حياتي. خدام في واحد المحل ديال الوالد، وكان هو داك المحل كان في الحي اللي كتسكن فيه حياة. واحد النهار دخلات عندي السيبر باش ما عرفتش شنو كانت باغا ولا مهم. تما دخلات اول مره شفتها صافي عجبتني، وما عرفت المره الثالثه ولا الرابعه، يعني بعد واحد شحال وانا تنقلب على الطريقه كيفاش كنقول ندخلها، خديت الرقم ديالها وتطورت العلاقه ديالنا، وان شاء الله ملي سهل الله راه احنا تزوجنا. جرجراتني انا تنقول جرجراتني في الاول واحد الجرجيره، ولكن الحمد لله فينالمون. لا هي بصراحه في الاول يعني عجبني، ولكن ما كنتش متوقع ان علاقتنا غتطول زعما وغادي من بعد غنتزوجوا. انا كنت كنقول ما عرفتش، واخا كنا كنهضروا كنت كنقول نقدروا نتزوجوا نقدروا ما نتزوجوش. بالنسبه للمحتوى اللي كندير فلاشين ديالي صراحه محتوى متنوع، يعني كندير فلوغات، كندير مقالب، تحديات، كنشارك مع الناس الا كان شي حاجه ديال يعني استفاده بحال هكا بالنسبه للبنات، وهذا راكم عارفين يعني كنشارك معهم كل شيء، وحتى حياتي تقريبا شخصيتي راه كنشاركها معهم. هي في حدود عاوتاني، لا حنا كنحاولوا نبارطاجيو شي حاجه لي بوزيتيف. رسالتنا في الحياه انهم يشوفوا الناس مثلا واحد الكوبل اللي بخير، يعني هذا ما كيعنيش اننا ما عندناش مشاكل، غير حنا كنحاولوا اننا نعطيو للناس البوزيتيف. وان واحد القضيه نسطر عليها هي القناه ديالنا، حاولت انها تكون العائله، تكون لكل شيء، كل شيء يقدر يتفرج فينا، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي تقدر تخلب الادب ولا شي حاجه اللي فيها واحد النوع ديال الجراه. يعني تنبقاو في واحد الكادر اللي يقدر يتفرج فينا الصغير الكبير، يتفرجوا فينا عائلات مجموعين ما كاينش مشكل، حيت بيان سور حنا كيتفرجوا فينا عائلاتنا، كيتفرجوا فينا صحابنا، كيتفرجوا لنا عائلاتنا. بصح دايرين بحساب بزاف الناس، يعني العائلات يعني الكبير والصغير، يعني كنحاولوا اننا ما نحطوا يعني شي حاجه اللي غادي اكزاكتومون. وقبل ما كينزلوا حنا الفيديو في اليوتيوب راه تنشو، يعني هي تتصايب فيديو حتى كيدوز عندي انايا اش يقولوا ليها ديال كيسيني لي كونترول كاليتي، يعني تنشوفوا مزيان ولا كانت فيه شي حاجه بساطه ماشي هذيك. مرات تكون فيه شي حاجه تنانيلو الفيديو، كنت اللي مقتنع بالاولاني حيت فينالمون حنا ما انا تنقول هو عنده داك كيبقى مركز مع زوينه احسن من انك تجيب لي فيو ولا وفينالمون غادي تولي ما عرفتش. المهم انا تنحكر على هذه القضيه. لا صراحة القناة ديالي حليتها في 2017، باقي ما مشيناش للعروس. العروسة كانت دوزناها في 2019، وصراحة المبادرة كانت جات من عند يوسف، وهو اللي كان قال لي فتحي القناة. كنت ديك الساعة غير جالسة في الدار، يعني ما عندي حتى شي حاجة غنشغل بها راسي، وقال لي علاش لا ما تفتحيش قناة هكا تبقاي تحطي فيها دي فيديو. المهم ديك 2017 كامل حطيت فيها جوج فيديوهات ثلاثة. بني مشينا للعروسة، عاد الناس بغاو يتقربوا منا كثار، بغاو يبقاو يعرفوا علينا، يعرفوا اخبارنا وهذا، وصافي من تما بدينا تشجعنا وبدينا كنحطوا دي فيديو مره. هادي ديما كنعاودها، ولكن نعاودها لكم هاد المره. واحد النهار كان عندنا كنصوروا البرايم، وكانت عندنا بوست ديج، وخرجنا ناكلوا في ريستو، وكانوا البنات مجموعين بوحدهم والولاد مجموعين بوحدهم.
حياه وحلات. انا كنت بعيد عليها ملي وحلات داروا بها البنات ومالكي وهادي وهي وحلات مع هذاك ستريس ديال اللي غادي نصوروا وتيكون عليك واحد الضغط بدات تتبكي. مهم انا اخر من يعلم جاو قالوا لي راه مرتك وحلات وراه صافي راه جيت شفتها هي الدور فيا قالت لي لا وكلشي جا عندي وانت هو الاخر اللي غتسول فيا ما تناقرت انا وياها حيت انا كان عليا واحد الضغط صافي. جا عندنا الكوتش قال لي ها انت راه باقي تابعنا برايم وهي ما خصهاش تدخل بحال هكا مستريسيا راه خصك تمشي تحزرها. وانا كيف كيعرف الجمهور انا خضر ما تنعرفش نحزر انا داير بحال هكا عادي هذه مساله انا خضر هذه كلش عارفه. مهم هي جالسه في واحد البلاصه انا تنقلب كيفاش زعما غادي نحزرها وارتي ورايا تيدفعوا فيا بزز باش تما انا ما تنعرفش نحزر راه هي غتولي بيخ. تنقلب ويتبان ليا واحد الجعبه كتعرفوا هي دايره ليها الماكياج وساعات قدات في الماكياج. كنت غضبت وخرجت زعما للبالكو وخرجت في البلاصه في البالكو تتبكي. انا لقيت واحد الجعبه جد زعما باش نفخ عليها بحال هكا وهي عامره لداخل بالتراب والسيما ونفخت ليها على وجهها وهي تعمر ليها وجهها كامل عرفتي وما يشتوني هذوك اللايف قال لي كون غير ما مجيتيش كون غير ما قلنا لك ما تمشيش صافي. انا صراحه غنعطيك رايي الخاص ان ملي شاركنا في برنامج لاله العروسه يعني اش غادي نقول لك كاينين شي حوايج اللي كيبقاو مبهمين. حنا اللي كنا مشاركين وما كنعرفوش بيان سو تنقيد ديال واحد جو كانت اور بلاك يعني مثلا كانت كتجو كتكون ما كنعرفوش التنقيط علاش تيكون واش على السرعه واش على يعني لانفورماسيون اللي كتعطاني انا ماشي هي لانفورماسيون اللي تتعطى لي كونديدا الاخرين كل واحد وشنو تيعطيو. هذه هي المساله اللي بقيت انا ولكن اما ما تبقى يعني كاينه المصداقيه كاين الحمد لله لا مزيان بالنسبه لداخل البلاطو زعما في لي جو داخل البلاطو يعني حيت كنكونوا عارفين النقط ديالنا اولا كنكونوا عارفين مثلا هذا شحال جاب وهذا شحال جاب. اما خارج البلاطو ما تيتعطاناش تنقيط وما تنعرفوش تنقيط تبازا على شنو واش على السرعه واش على شي حاجه اخرى حيت هادو هما لي بياج اللي كي واش هما تيتعمدوهم او انهم كانوا غير هكاك ما عرفتش. نهضر انا صراحه شنو غنقول لك هو قبل ما نهضروا على السوشيال ميديا كنهضروا على المتلقي اشنو باغي يعني راه مثلا كنشوفوا دي فيديو اللي كيقولوا عليهم انهم فاضحين او انهم شوها ملي كتجي تشوف كتلقى ان المتلقي هو اللي باغي يعني كتلقاهم في الطوندونس كيكونوا هما الناس وهما باغين يعرفوا يعني بحال كنقولوا ان واحد السلعه مطلوبه في السوق هذوك الناس اللي تيديروا هذوك فضائح ناس ذكيين اللي عرفوا ان شنو اللي خاص للسوق فينالمو هما كيقلبوا على الربح. دونك هادشي اللي كنقول لك انا كيبان لي السوشيال ميديا بحال شي سوق تتعرض فيه السلعه ديالك. حنا السلعه ديالك اللهم نحط واحد الحاجه اللي تبقى كاليتي وتبقى براند وتبقى مزيانه على انني ما تشافش بزاف يشوفوا واحد الفئه اللي هما يعني كيف ما بغيت تقول لكم حياتي. حنا عندنا ربح يتبعونا يتفرج فيا غير 100 واحد ولا 1000 واحد من الناس اللي باغين يعني كيفاش كيقولوا اذا ما عجبهم المحتوى ديالنا على انني ندير واحد المحتوى اللي غادي يرجع عليا من بعد مستقبلا يوليو عندنا وليدات غيوليو عندنا داكشي عندنا عائلتنا والد الواليده كلشي كيتفرج خوتنا يعني دايرين حساب بزاف الناس داكشي علاش ما اللهم نحطوا فيديو يتشاف غير شويه والناس راضين علينا وتلاقاو معاهم في الزنقه ويسلموا علينا وهضروا معنا زوين على اساس ان على نحطوا شي فيديو اللي ما زوينش اولا ما غيعجبش الناس وتقدر تلاقى مع شي واحد في الزنقه سبك يعيرك لان هادشي كاين هادشي كيكونوا وكنشوفوا. بالنسبه للانستغرام بدا انستغرام ما كانش عاطيه اهميه نهائيا على شحال تقريبا تخرج من العروسه على شحال عاد وليت اكتيف فيه مره كنحط بحال هكا دي ستوري كنحط دي بوست عاد مو معد وليت اكتيف فيه. شنو الفرق ما بين زعما شنو الميز ما بين اليوتيوب والانستغرام؟ انستغرام كنشارك معاهم حياتي اليوميه يعني دي ستوري اللي داكشي اللي كنديروا في النهار كنشاركوا معاهم. بالنسبه لليوتيوب يعني كيكون فيديو ولكن
مره مره كيكون مره تخفشي. هو الصراحه اللي قلنا ما فيش فلوس غادي نكونوا كنكذبوا على روسنا ولا الناس. هو فيه فلوس ومي كيبغي الخدمه، كيبغي انك تخدم مزيان باش هكا تقدر تربح فلوس من اليوتيوب. سيرو بالنسبه للناس اللي كيحطوا يوميا دي فيديو كيكون لي فيو عندهم طالعين والاعلانات كيكونوا عندهم في لي فيديو، راه كيربحوا مزيان من اليوتيوب. وعكس الناس اللي ما كيحطوا مره مره بحالنا كنحطوا مره مره، يعني راه ما كيكونش ربح اللي قار. اش غادي نقول لك، هاد القرار اللي سمعت ديال ان الدوله غادي تفرض الضرائب على اليوتيوبرز او سميتو، انا كنشوفو قرار ماشي في المحل ديالو. علاش؟ حيت الدوله اول حاجه ما تدعمناش حنا اليوتيوبرز، وغادي تفرض علينا ضرائب، مع العلم ان قليل لانه معول مثلا على اليوتيوب ولا معول على السوشيال ميديا باش انها توفر لك القوت اليومي ديالك، يعني غير تتعاون بها ما كتفاجئ انك تبدا تعطي عليها الضرائب قاص حشويه. اصلا هي ادخال مثلا السوشيال ميديا غير تكميليه كنهضر بالنسبه لنا. الناس اخرين اللي غيشكل لهم هذا القرار هذا مشكل هو الناس اللي معتمدين على السوشيال ميديا 100% مثلا كيعيشوا به يعني كيخلصوا به كرا اولا تريطه اولا شي حاجه. داكشي انا مع هذا القرار كون كانت الدوله انها كتساهم او غير كتسهل ولا في هذا الشيء، وغادي تنوض تقطع لك من المداخيل ديالك هاكك، ما عرفتش السبب. الله يصاوب. الا حسيت بان مثلا هذا الشيء اللي تنديرو انه غينعكس علينا واحد النهار، يعني خصني نوقف. وبيان سور هي راه غتفهم، يعني انا هو اول واحد بديت ليها هذا وعطيتها كيفاش غادي تمشي. الا بان لي داكشي ماشي هو هذاك راه غادي نوقف. صراحه ما غاديش ما غنسخاش بعائلتنا الثاني، ما كنقولش المتتبعين ديالي، مي كنقول لهم عائلتي الثاني، ما غنسخاش بهم، مي غادي نحاول نقنعو شويه. لا ما نوقف الانستغرام، ما تحيدش عليا كلشي. وي انستغرام ولا يوتيوب. بالنسبه للبنات والولاد، يعني اي وحده ولا اي واحد بغى يبدا في هذا الميدان هذا كنقول ليه برافو كمل، مي ما تسناش انك نهار الاول او الشهر الاول او الشهر الثاني او العام الاول غادي يدخلك واحد الارباح وغادي تولي مشهور لا، داكشي كيبغي الوقت. وهذا الشيء حنا دزنا منه، يعني من 2017 وانا يعني حل القناه ديالي يعني راه خدات مده، ودابا راه 2021. واحد النصيحه اللي بغيت ننصح يعني الناس اللي غيدخلوا في هذا الميدان هذا، ما تملوش وما تعكزوش، ولا بغيتوه شدوا بيديكم وبسنانكم وكملوا في هذا الشيء، ان شاء الله غادي يكون غير الخير. اكبر خلصه غادي نخلي يوسف يقولها. اكبر صالير، يعني احنا كيف ما قلت لكم كانت مداخلنا هي متواضعه وما كناش مركزين. اكبر تقريبا هي 6000 درهم. 6000 درهم هو اكبر اجر خدينا في كنبغي نشكر مجله فنانه على الاستضافه ديالها لينا، وكنبغي نقول لها شكرا شكرا بزاف، حيت كنا معكم اليوم كنتمنى نكونوا خفاف ظراف على قلوبكم. وكنبغي نشكر بزاف 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 الناس اللي متبعيني، كما كنقول ديما العائله الثانيه كنبغي نقول لهم شكرا بزاف حيت مدعمينا، حيت صراحه ملي كنغبروا غير واحد شويه من اليوتيوب كيبقاو يسولوا فينا فين مشيتوا فين لا، كنبغي نقول لهم شكرا بزاف وكنحماق عليكم وكنبغيكم. أتقول أنت؟ أنا
كنبغي نشكر مجله فنانه حين استضافتنا اليوم، كنقول لهم شكرا بزاف، وكنشكر الجمهور اللي مدعمنا واللي بسببه باش مكملين. كنشكركم بزاف، كنقول لكم مبروك عواشركم ومبروك عيدكم اللي كنتو كتفرجوا في قريب العيد. شكرا.